تفاعلوا مع قناتكم النهار، أول قناة إخبارية في الجزائر. تابعوا تغطيتنا المستمرة والحصرية عبر موقع اليوتيوب. بولاية باتنا سعيدة حريقة، أهلا بك معنا سعيد. نعم، مساء الخير. مساء النور سعيد، حول الحادثة. حول حادث تفجير اليوم تقريبا لا توجد هناك يعني معطيات جديدة أكثر من التي قمنا ببثها عند الساعة 11 صباحا، عدا حملات التمشيط الواسعة التي يقوم بها أفراد الجيش الشعبي الوطني للجبال المحيطة بمنطقة أجراد ومروانة بصفة عامة، لأننا وقفنا على ذلك صبيحة اليوم، وعملية التمشيط لا تزال متواصلة. فقط هناك حالة صدمة كبيرة وسط سكان دائرة مروانة ودائرة عين جاسر، باعتبار أن الضحايا الأربعة ينحدرون من منطقة فاج التابعة لمدينة الحسيم التمهريت بمنطقة عين جاسر. أيضا المعلومات التي استقيناها من موقع الحادث هو أن العناصر الإرهابية التي نفذت هذه العملية يعتقد أنها تفوق العشرة أفراد، كانت قد وضعت خطة معينة، انقسموا إلى مجموعتين وباغتوا الضحايا عندما كانوا داخل سيارتهم فجرا وهم عائدون من المفرزة التي قضوا فيها الليلة في إطار الحراسة. أيضا المعلومات التي استقيناها هو أن هذه المجموعة الإرهابية يعتقد أن يعني عناصر الأمن قد رصدت تحركاتها منذ عدة أسابيع وأشهر، وقامت ب يعني إعلانات تحذيرية للمفارز ولمختلف مقرات الأمن. ربما كانت مصالح الأمن لها معطيات ومعلومات حول عملية إرهابية وشيكة. أيضا أن الضحايا هم متقاعدون من مشتلة زيزة مسيكة على مستوى دائرة عين جاسر قبل أن وكانوا في نفس الوقت يعني في إطار الحس المدني أو ما يعرف بالباتريوت. اثنان منهم يتجاوز عمرهما 70 سنة، أما البقية فهم في الخمسينيات والستينيات من العمر تقريبا. هذه هي المعطيات الأولية. نعم سعيد حريقة، تفضل. العملية عملية حرق جثث الضحايا لسنا متأكدين إن كانت تعمدا من قبل العناصر الإرهابية أم أنها كانت نتيجة الإطلاق المكثف للنار على السيارة، هذا ما لم نتأكد منه لحد الآن، وسنوافيكم إن كان هناك جديد ربما حول هذه. أكيد، شكرا جزيلا لك سعيد حريقة، كنت معنا على المباشر، شكرا جزيلا لك. وهو كذلك، شكرا موصول لكم. هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصفحة، لأن رأيك يهمنا إيجابيا كان أو سلبيا، لأننا نهتم كثيرا بوجهة نظركم.